بقالي نص ساعة طالب واقف بقالي نص ساعة. حمادة؟ حمادة مين؟ حمادة زورو. السبعة الصبح انت بتشد عليا ولا حاجة؟ اخويا انت ازاي ولا ناقص ما تخلينيش اخدك من المطار؟ ناقص مين وبتعمل؟ انا ما اعرف انت مين حضرتك؟ مش عارفني. اتكلم جد ولا بتهزر؟ اتبريت مني. اتبريت مني؟ غربة نظفتك وجايب سويت شيرت اصفر وبتاع. الصبح ده انا 3 سنين بتحلق تجار السويت شيرت بتاعك. الصبح فتحت. انت ازاي ما تقوليش حضرتك انا طالب ازاي ما تقوليش انك جاي؟ حضرتك انا طالب الشغل. انت مين حضرتك؟ انا اول مره ما اعرفكيش. انا انت بتكلمي معايا ليه كده اصلا؟ هو ده النتانه ده مش هيتغير فيك يا حماده؟ كل ده عشان ما تديناش الفلوس اللي احنا اديناها لك وانت مسافر. بلا فلوس بلا زفت. انا طالب رايح الشغل. انا اول مره ما اعرفكيش انا اصلا. انت بتكلمي ازاي كده؟ النتانة بري بلا نتانة بلا زفت على الصبح. يا حماده اطلع من دول، امك هتموت عليك يخرب بيتك. بلا حماده بلا امك يا ست. انا اول مره اعرفك. انا طلبت دلوقتي ظهر لي حد اسمه فاطمه انا ما اعرفكيش. انت ليه بتكلميني كده؟ طب بص كده الناحيه دي وانا اتاكد انت ولا لا. اهو بصيت. لا الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه بصيت. لا مفيش حسنه في قفاك. حسنه في قفايا؟ امال ايه؟ امال اعرفك ازاي؟ طب احترمي بقى نفسك عشان انا اللي فيها مكفيني ومتاخر على الشغل. لا سوري حضرتك اسمك ايه طيب؟ انا اسمي ياسر. يا استاذ ياسر انا ما اقصدش، بس انا حماده اخويا عنده حسنه في قفاه. قفاه اللي هنا حضرتك فين؟ بلا حماده بلا زفت. حماده مين اللي انت بتشبهيني بيه ده بالراي؟ ايه في انت بتتكلمي ده؟ انت بتقولي ايه؟ لا هو ما اسموش حماده زفت، اسمه حماده زورو. بس هو صوته ارفع من حضرتك. سيكا كريم على الصبح. هو صوته ارفع من حضرتك. طب بعد اذنك انا متاخر على الشغل وفيا اللي مكفيني. الله يبارك لك واديني شغل. حضرتك بتاخد حنجره عليا ليه؟ انا مش فاهمه. انا عشان قلت لك حماده زورو فتعالي زورك عليا. حماده زورو بلا بتاع. الله يبارك لك. الله يبارك لك. خش وخليك في طريقك. ما هيبارك لي ان شاء الله، بس من غير ما تتخلق عليا يا استاذ ياسر. بصي بقى انا تربيتي، انا راجل متربي بشتيل. حماده ما تزعليش، هي بشتيل في وحشه، ما نغلطش في الناس لو سمحت. انا ما غلطتش في حد، تربيتي وانا متربي هناك. يعني ما كنتش هتغلط انا اللي سبقت يعني بالوحش؟ طب بعد اذنك انا متاخر على الشغل، عايز اروح شغل. هتقعدي بقى تحرقي وانا ما احبش انا الشغل ده. الله يبارك لك. انا حرقت ولا نيلت ولا عملت حاجه وانت مديني مساحه؟ انا كنت فاكرك اخويا. فاكرك اخويا. بلا اخويا بلا امي. يلا يا ست عايز امشي على الشغل. انا انت في ايه؟ هليت عليا شميت ريحه شرابك فافتكرتك اخويا. شرابي؟ اه. طب بصي بقى عشان انا كده ايه، انا محترمك عشان انت واحده ست، انا اقدر اقل منك واهينك، فاحترمي نفسك واديني شغل. يا باشا انت ليه مفكرني ان انا بغلط في اخويا؟ هو شهير عندنا. بلا اخوكي بلا زفت يا ست. هو كنا ساعات بنقول له احيانا يعني حماده ريحه. فانا حسيتك يا رب على الصبح. لا اله الا الله، احنا بنستغفر ربنا في كل الاوقات. هو على الصبح بس يا استاذ حماده احنا هنكفر. طب يلا بقى ودينا على الشغل عشان انا رفت. بقول لك ايه، انا تعبان واللي فيها مكفيني يا ست. ودينا على شغل يا استاذ حماده. استاذ ياسر انا مش عارفه، مش قادره اشوفك غير حماده. ست حماده مين؟ ما تعصبنيش. الله يبارك لك. انا فيها اللي مكفيني. احنا ممكن نغير طريق الشغل علشان بس الشمس واجعلي عيني. مش مشكله تاخر شويه شغل. ايه يا ست انا متاخر على الشغل؟ اتقسم لي فلوس انا تطلعي على الشغل. في ايه انت تعبانه؟ انت بتتحول يا استاذ ياسر. لا ما انا ما احبش الشغل ده. انا متربي بشتيل فمعاكي سكه ومحترم. هو بتوع بشتيل بيتحولوا قبل الساعه 8؟ لا بتوع بشتيل ناس محترمه وناس مظبوطه ورجاله جدعان. فانت قصري وخش عشان اللي فيها مكفيني. استاذ ياسر انا ما قلتش غير كده، حضرتك اللي عملت كده دلوقتي واتكهربت مني. فانا انا ما اعرفش اتكهرب من حد. ما تقوليش اتكهرب وما اتكهربش. ما احبش الشغل ده، ما يجيبش معايا سكه. بسم الله ما شاء الله. هو بقك بيتحول وبيحلف شمال لوحده ولا هو ايه اللي بيحصل؟ انا عايز ايه بالظبط؟ انت عايز ايه بالظبط؟ عشان نهارك هيبقى ازرق النهارده. نهاري هيبقى ازرق. اه احط عليك ولا تعرف تحل معايا؟ الو. ايه يا بنتي يا فاطمه انت فين؟ يما يما مش شفت حماده اخويا؟ بتتكلمي بجد؟ بكلمك بالامان. فين؟ لقيته بيركب معايا بالصدفه ولقيتني ابنك انت مربياه على النتانة. لا لا والله عشان ما ناخدش منه فلوس. والله؟ اه. انت قاعده جنب حماده دلوقتي؟ اه والنعمه. يا ست حماده مين يا ست؟ يا ست انا اول مره اشوفها في حياتي يا ست. بس الولد حماده صوته تخن يما صح؟ مش صوته تخن يما. ما تقوليش حماده. انا ما اسميش حماده يا ست. ما تكلمنيش. انا ما اسميش حماده. ما تقوليش بقول لك ايه؟ يا بنت الدور. خدي يما. هو بس صوته تخن مش عارفه ايه اللي حصل. بلا حمار ده ولا ايه؟ الو. بقول لك يا ما تقوليش حماده والنبي يا حاجه. يما يما ما تقوليش حماده والنبي. بقول لك ايه؟ ياما بنتك دي شكلها مطرقعه ومجنونه يا ياما. يا انا مش حماد. انا ما عرفتيش. ما تقوليش 3000 جنيه يا معايا. انا ما عرفتيش. ما تقول يا ست ما تقوليش حماد. الله يبارك لك. انا مش حماده. كلها انك بعت لها اكل معايا. ده انا وقعت في عيله مجانين على الصبح. ده النهار ازرق. ده انت نهاركوا ازرق يا ست. والنبي قول لها انك بعت لها اكل معايا لله. قول لها انك بعت لها اكل معايا. يا ست انت انا ما اعرفهاش. حماده مين؟ الله يخرب بيوتكم. ست الحبايب ست الحبايب.
الله يخليك. بعتلك معايا اكل ياما، بعتلك معايا اكل. بقول لك ايه يا ست، انت خدي التليفون عشان انا ايه تعبان واللي فيها مكفيني. ياما بعتلك معايا اكل وحاجات حلوه قوي. حبيبي والله ما خليك عليا الح. انت لو واحد لو ولد هعلمه الادب واحط عليه. خسر الله يبارك لك عشان انا تعبان. وخلاصي بقى خلاص ياما. اه عمال الراجل الناقص ابنك مش عايز يجيب ال 3000 جنيه اللي عليه. انا مش حمادة، هو ما في حد ناقص غيرك عشان انا كده محترمك من الصبح ومقدرك عشان انت واحده بنت. انا ممكن اهينك واحط عليك ولا هتعرفي تحلي معايا. انجزي بقى واديني الشغل. هتحط عليا ايه؟ اه حط عليك ولا تعرف. اه انت مسقف حاجه في بقك يا بنتي. امشي الله يبارك لك. الله يبارك لك. ما تخليش الشيطان يتحول عليك على الصبح. انا لسه صاحي وما بشوفش قدامي، بقعد نص ساعه قبل ما افوق. بيحاول عليك يا حماد. يا بنتي ما تقوليش حماده، ما تجننيش امي، ما تقوليش حماده. انا ما احب، انا احب الامهات يبقوا كويسين. بلا امهات بقى زفت. انت اللي بتغلط في الامهات. تصدقي انت بقى مش كويسه بقى. انا مش هرد عليك عشان وانت مش كويسه. لعلمك انا مش هرد عليك. وهتوديني الشغل ومش هتاخدي فلوس. فرق ده مين ده؟ هتوديني الشغل ومش هتاخدي فلوس. بلا مين بلا زفت. ماشي ما نشوف بس هو اللي بياخد ربنا دلوقتي. نشوف مين اللي هياخد مين عشان تطول زنك عليا. يا بنت اطلعي يا بنت. انت اما بنتك وقت حماده ساعتها مش هتطلع البطاقه. مش عارف زي ما طلبت. انت عملت كل ازيك يا حماد عامل ايه؟ بطاقتك يا حبيبي. طلع البطاقه. حماد ازور يا باشا زي ما قلت لك. مين حضرتك؟ طلع ازور بطاقتك. انت مجنون يا باشا. دي وربنا الشنطه هي الشنطه دي اللي تبعه صح؟ انت مجنون يا ريس. يا باشا انا سجلت له زي ما قلت لك. هو قال انه بعت فيها الحاجات. يا مجنون يا ريس. وربنا ما اعرفها البودره يا فندم. وربنا ما اعرفها البودره. والله العظيم يا باشا ده بنت مجنونه يا باشا. وقعت يا زورو. وربنا ما اعرفها. ما اعرفهاش. انا هجيبك من زورو. وغلاوه امي ما اعرفها. دي مجنونه. انا طالب انا عايز اروح الشغل. بس تعالى حماده. انا عايز اروح الشغل. ما تخافش كله مش ضرب حاجه. المصحف معرفش احنا قلنا هنبطل. ما اعرفهاش. والمصحف ده مجنونه يا عم. انا اول مره اعرفها. بس عشان هو بيشتم يا عم. ما اعرفهاش. وربنا ما اعرفها يا باشا. فيها ترقيه يا باشا. مش هينفع نديها والله يا باشا. انا اسف. ما اعرفهاش يا باشا. ايوه فيها 10%. انت بالطريق بالصدفه. والله العظيم انا طالب. يا باشا مش عارف دي ناقصه بنت. لا يا باشا وربنا ما اعرفها. يا باشا دي شكلها بتقتل بني ادمين. والله ما اعرفها. البلوفر ده احنا عارفينه والله العظيم. يا باشا دي دي امين عارف. ربنا شايل توحيد النور. فلوس الحرام. ما ايوه الفلوس الحرام يا باشا. انا طالع على الشغل اكل عيش. وربنا دي فلوس حلال. تاكل عيش ولا تاكل بودره؟ والله العظيم ما اعرف حاجه عن البودره دي يا باشا. انا مظلوم وكتاب الله ما اعرف حاجه. البنت دي شكلها من بولا يا باشا. وربنا ما اعرف حاجه عن الباشا. خلاص والله شكلها من بولا ما اعرفهاش. اعترفت كله متسجل. انا سجلت له يا باشا. والله العظيم ابدا. وغلاوة امي ما اعرف حاجه. ده ما اعرفهاش يا ريس. والله هو بيحلف كله كذب واحنا داخلين على عيد الام يا باشا. والله العظيم يا باشا دي شكلها من بولا وبتقتل بني ادمين. ما اعرفهاش. بس شكلها شمام. مش عندي ريبورت. بس يا باشا وربنا ولا حد يعرف يحط عليا. بس يا باشا معاك. يا فندم خلاص لقينا الشنطه والبودره موجوده فيها. وقفشنا زعزوعه. وقفشنا زعزوعه. زورو يا باشا. طب اعرف عليها حاجه؟ تمام كله معانا. والله العظيم يا باشا ما اعرف حاجه. انا اول مره اشوفها في حياتي. استنى نسمع البيت. ونشيل البودره على الكحك. ماشي العيد بكره. خلاص كل ساعه. ماشي ماشي باشا. باشا في بودره دايت يا باشا. عيد لي على حماده. حماده يا باشا. ربنا انا ما اسمي حماده. انا اسمي ياسر يا باشا. يا باشا ما اعرفهاش. وكتاب الله يا باشا. احنا جايبين غريبه كمان معانا. كتاب الله ما اعرفها. والغريبه ايوه ايوه في غريبه وفي بيت فوق. غريبه هناك فلسطين. في غريبه. طب محتاجه قد ايه يا باشا؟ في العيد والله ما اعرف قد ايه. قوم تعمل لي غريبه في العيد. ماشي يا فندم. هنجيب لك. قوم تعملوا لي في العيد. ما اعرفش. خلي الحاجه تبعت لنا 2 كيلو. حاضر 2 كيلو اللي انت عايزه. حاضر والله اللي انت عايزه. كيلو. استنى بقى ثانيه عشان كيلو بسكوت عشان هايدي. وواحد غريبه ولا 2 كيلو بقى عشان فاطمه. و2 كيلو فاطمه. لا لا بس احنا كده نسينا القرص. قرص. ايوه نسينا القرص. حاجه بتعمل قرص. اتأخر على الشغل النبي يا باشا. ماشي تعالى بقى احنا نعمل قرص. بص بقى بطل شغل التقريص ده وانزل. تعالى تعالى بس نشوف دول كمان عايزين قرص ولا ننزل. تعالى لا مستنيني كحك. ايه ده؟ طلعت قلبي وكتاب الله. بالتوحيد والنور ما تضايقش قوي كده. بس تعالى بص هنا. شفتهم؟ متضايق قوي؟ توقعت يا قلبي. حرام عليكي بودره وبتاع. ده انا غلبان. خليك فريش كده. ده انا غلبان وماشي. ما طلع بودره دايت. خلاص خلاص وحي لله. بس توقعت اعصابي. انا مش قادر اتلم على اعصابي. بص خلاص اعمل كده. بص هنا واعمل كده معايا. اسمع بس مني. مش مش بص اهو. اوف قول هجيب لك قرص يا فاطمه. هجيب لك ام قرص. مش عايز اشوفك في حياتي تاني. مش عايز اشوفك. عشان انت كده توقعت. بص خلاص وقعت يا قلبي. خلاص خلاص خلاص. خد بس على فهمك. بص هنا قول كل سنه وانتم طيبين. كل
سنه وانتوا طيبين. قول انك مش زعلان مني. اهو مش زعلان. قول ورحمه امي اجيب لك كحك في العيد. ورحمه امي اجيب لك كحك ونحط عليه بودره سكر. نحط عليه سكر. قول موافقني زياد. موافقني زياد. ميرسي يا يسور. عشان ايه الاخبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ فجله. فجله مين حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ركبت عربيه غلط طريقه. انا سالتك بس انت كنت قافله الازاز. بسم الله الرحمن الرحيم. انت ازاي ولا ناقص جدك من المطار؟ ظبط لسانك. طيب انا لساني مظبوط. انت ازاي ما تخليش اختك تيجي تاخدك من المطار؟ طب ماشي. انا هو ايه اللي طب ماشي؟ ايه اللي طب ماشي؟ امسك العقل بس كده الاول. امسك العقل ازاي؟ ازاي امسك افضل ماسك راسي؟ انا عبد الرحمن وحضرتك ان انا طالب. عبد الرحمن؟ مش حضرتك برضو فاطمه ولا انا قلت حد غلط؟ انت ولا رد على فلوس السفر بانت اهي. بس الله اكبر. الزغراتي في العربيه؟ اما انا شايفه فرو وحركات. شارب حاجه؟ شاربه ايه؟ شاربه حاجه او مسيكبه ولا انا اوقفي. طيب اوقفي اوقفي اوقفي. انت هتخلع مني عشان ما تجيش 3000 جنيه اللي سفرتك بيهم. انا شكلي طلبت زفت غلط على الصبح. استغفر الله العظيم. زفت يا رب. حد برضو يقول على النعمه زفت؟ علموك كده. علموك كده في الغربه. انت عليك فجله. انت ليه رايحه زفت؟ فجله ايه على دماغك؟ زفت على دماغي في ايه؟ انت شاربه ايه دماغك؟ هو اللي اخوات منهم قله ادب وقبحه. اخوات مين؟ انت مش فاكر؟ انت مش عارف اخوك كمان؟ انت مصطبحه. دي دماغ. دي وحياه امي لسه ما عملتش. وحياه امي دي دماغ. انت كده عامله ام دماغ. تفتكر صح؟ انا مش هرد. هو باين. انا بعالج اشكال. لو انت شايف اختي مين؟ الله يهي. انا لا انا ماليش اخوات اصلا. انا ما عنديش اخوات. كمان اتنصرت مني انا وامك. اتنصرت مني انا وامك. انت حيلتك غيرنا. انت هربانه منك على الاخر يا بنت. اقفي. هربت راحت. اقفي والله. هربت بجد راحت. انت لو اقسم بالله كنت فرمت. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله. اقفي. طيب اقف ليه؟ انا ايه اللي وقفني؟ طب اقفي اقفي. فجله بعد 3 سنين سيبك تنزل مني. ازاي يعني سيبك تنزل مني؟ انت بيعبر شام. انت صح؟ اخوك اسمه فجله بقى وبتاع. وامك انتوا عندكم دولاب؟ دولاب. دولاب في المنطقه صح؟ عندنا دولاب وسفره. انت سارقه العربيه ولا انت مامك ميكروباص او توك توك؟ يا رب والنبي وعدني. والله العظيم اقسم بالله. الميكروباص اللي قدامنا ده بيتاجر بكام في اليوم؟ بمبلغ. انت هفافه والله. يعني انا شايف كده بالامانه. ايه يعني ايه هفافه؟ يعني حاسك يعني صلعه جايه من بره من المصطلحات. علمني ولا علمني. عارفه من الحتت دي. ايوه ما احنا لازم نفهم. ومش عارفه تسوقي وسواقه. بقول لك اركني على لا استنى فرجك على السواقه. يلا نجري. يلا السواقه. ايه بس هنتقلب. اقفي بس بس. لا فرجك بس. يلا نجري بابا. يلا نجري. لا هيا بينا نلهو. مش مظبوطه فعلا. لا لا احنا هنلهو. يلا نلهو. بص 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 ايه رايك في الكروزيه ده؟ يا بنت اقفي. انت بتزعقلي. اقفي اقفي. مش بفرجك. اقفي. ابوس دماغك هنتقلب. عندي ابهار. انت قابله؟ نتقلب ليه؟ يخرب بيت اقفي. بتخرب بيت اهلي اللي هم. اقفي. طيب يا استلف عشان اوفرك ونقفش منك. قفش من مين يا بنت؟ انت دماغك يخرب بيتك. انت مش هتقفش. احنا بقى هنقفش. ايدك كده هنقفش. مفيش العربية. مفيش نقطة ولا في ولا في كمين يقابله ولا ظابط. ولا في اي ناو. ايه انت بتنونوي؟ انا نونو لك يا فجلة. انت مش بتحب النونو قبل ما تنام؟ قلت كل يوم قبل ما تنام وانت عيل صغير بالليل قبل ما تغير شرابك اللي ريحته فايحة. طب ممكن نقف؟ طيب ممكن نقف. استنى ما نرد على امك. نقف. امي مين؟ ايه يا ام فجلة؟ الو. ايه يا حبيبتي؟ اه يا بنتي يا فاطمه كده تنزلي الصبح من غير ما تفطري. ياما لقيت فجله. ياما فجله مين؟ بتتكلمي بجد؟ وحياه غراوتك. طب ممكن اكلم ماما؟ قالت لقيت فجله. ياما يا خالتي. الو الو بنتك. انت بنتك عندها حاجه في دماغها؟ متخلفه عقليا او في دماغها حاجه؟ يا والله امك. طب بص اسمعيني. طيب انت العيله كلها كده؟ كلها كلكم مستحيين؟ مش بتشدوا من نفس ال والنبي انا استبحت على شفتك يا فجله. استبحه بس بقى. ده وانا دلوقتي بنتك راكبه العربيه وقافله الباب وانا عايز اغور في داهيه. يا يما امانه. يا انا عايز اغور في داهيه. مش انت باعت لي امانه لامي؟ طب تمام. باعت لي كمان يما معايا. والله يا حبيبي يا حاجات حلوه. اه هي مريضه في حاله. طيب ماشي. بس نرجع على جنب. بس طيب خلاص امين. مش حاسب في اي فايده. يا ايوه ايوه فجله. فجله
ايه يا اخي؟ يا جبت لك الاكل اللي انت بتحبيه. احنا جايين لك في الطريق. قولها ان انت جبت لها افوكادو. افوكادو قولها جبت لك افوكادو. جبت لك الافوكادو. الافوكادو جبت لك الافوكادو. يلا. والكاكا. 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 خلاص يلا. افشى ياما جايب جاكيت فرو ياما. اللهم صل على النبي ياما. عليا النعمة جاكيت فرو لونه لون الشجر. يا حبيبي يلا جاب لك زيه ياما باي. يلا كني بقى. أرزد. خلاص احنا تمام. فستقي ده ولا شجر؟ دين امي. ما انا محتاج اعرف اللون. انت بتاخد الجاكيت طبق لو بس وقفي بقى وخلاص وننزل وخلاص احنا تمام. انا مش هقول. ماشي هتجيبه؟ هاتوا خلاص. ماشي ممكن بس تفتحي تبعت الجاكيت وخلاص. هات الجاكيت واسيب يا ستي. نزليني خلاص. انا عملت معاكي المظبوط وما رضيتش اقل بيكي وما رضيتش اتنرفز. عايز تنزل؟ ايه ده بقى؟ ما انك ليهم بقى. انا بره عندي. كويس. وقعت يا فجلة. مش قف يا باشا. مرحبا فجلة. كلبشولي يا عطف. مين حضرتك؟ ماشي بشولي. شنطة يا فندم. شنطة ايه؟ شنطة يا فندم. لو سمحت. افتح كده. شنطة يا فندم. قلت لك. حضرتك امين شرطة صح؟ قلت له 100 مرة. حضرتك امين شرطة. بدر يا فندم. ولا اعرفها. انا طالب. ايه ده؟ زي ما سجلت له زي ما سمعت ان هو بعت الحاجه في الشنطه يا باشا. بس قلت له بطل 1000 مره ما بطلش. قلت له صارت امور عقليه كده وجيب فيها انا درجه ثالثه. ازيك يا فجل عامل ايه؟ امور فجل. ازيك عامل ايه يا فجل؟ ايدك هديك. ماشي تمام. هات البطاقه ويقراها لي. تمام اقراها لي ثانيه واحده. طب ماشي خد منه الموبايل يا باشا. ماشي طلع البطاقه. اتفضل طلع. ده منظر واحد. هيتمسك يا فجل. احنا بقالنا 3 سنين من قبينا. يا مين عاطف؟ يا مين عاطف؟ انا قلت له الجاكيت ده تمويه ونزلنا اشتريناه سوا. معروف الاسم كمان. يا مين عاطف. أيوة. وعارفه اساميهم يا فجل. انا ما انت تفكر ايه يا فندم؟ دي فيها ترقيه دي يا فندم. لا باشا ده شوف كميه قد ايه حضرتك. ده 90 جرام يا فندم. يا باشا 10% يا باشا. ها انا اسمع عبد الرحمن. اولا فجله ده يا فجله حاجه في دماغها. يا فجله انا عارفك من زمان. طلع النبي صل على النبي عليه الصلاه والسلام. هي كلمتني. نتكلم في الاسم يا فجله. كلمت يا باشا. شباب على التليفون. شوف شبه من اخويا ومديان امها. اكلمها وحاجه من شغل يا باشا. يعني انت كلمت امها؟ سكتوا يا بنت. ده اخويا مؤدب ومش الاشكال يا باشا. يا فندم انا معاك تعمل لي تحليل. استنى يا فجله اسمع الباشا. اسمع الباشا. تمام يا فندم. معانا الشنطة وفجلة معانا والبودرة برضو فجلة. استنى عشان نكلم الباشا. قرر لي البودرة بقى بسرعة يا باشا. ما تقوليش بقى تعملي بقى بإيدك كده بقى كده فجلة عشان العيد بكرة. على الكحك. كل عام وانتم بخير. ماشي وانت بخير يا فندم. طب يا فندم باشا البودرة دي دايت. دي والله العظيم شاربة حاجة. دايت. انت بتتاكد حضرتك ان دي دايت؟ ايوه لازم نعرف. استنى عشان ايوه يا بنت بتقول دايت. لا عشان ما تخافش. عشان في غريبه. في غريبه. في غريبه. في عندك غريبه بسكويت؟ طيب ونص بسكوت. نص بسكوت عامله ازاي بذمتك؟ نص بسكوت يعني انت شايف عينها عامله ازاي يعني؟ استنى طب في بسكوت. تمام استنى. طب باشا حضرتك يا باشا. طب معانا كده خلاص. اكلم مين؟ هجيب لنا كيس بسكوت عشان البودره. اكلم مين يعني؟ في بسكوت. بس بس معلش هو الصاج هياخد ساعه. بس الصاج هياخد ساعه. طبيعيه بذمتك؟ يا باشا انا خدي. بس دلوقتي هم يا فجله هو الصاج بياخد قد ايه في الفرن؟ بص انا اسمع عبد الرحمن وانا مش فجله. انت مش فجله؟ مش فجله. خلاص ممكن نروح نحل. جرجيرة. انا حافظك ورقه ورقه. خش البدر على الكحك. بس تعالى تعالى بس الباب ده. تعالى يلا تمام. انا معاك تحليل في اي حاجه. لا بص دلوقتي احنا هنرش البودرة على الكحك في الاسم. اتفضل. ايه ده بقى؟ هنرش البودرة على الكحك. مستنيين السجاره تطلع. مش زعلان؟ خلاص جرجيرة يمشي معاك. انا مسامح يا فجلة. لا ما ناخدش القاب بعدينا. انت فجلة. انت فجلة. لا اخترع انت اسم جديد. خليك كرييتيف. بص هنا. تمام. شفتهم امنت؟ قول كل سنه طيبين. كل سنه طيبين. انت كنت معانا في كريزي وومن. عاش جدا. وشتمت الومن. والومن؟ لا الومن فوق راسي يعني. يا باشا فوق راسك ايه ده؟ انها اتهنت جوه. لا يا عم احنا بنقول ايه؟ قول انك موافق نزيه. انا موافق نزيه. تمام.